FM. الكلمة ليك. اليوم انت عندك موقف من البرامج على الاقل اللي تعطات عند الاحزاب، هما تقريبا وقت تقراهم كلهم كيف كيف كوبي بيست، قال ما يختلفوش زاد كيف كيف على برامج بن علي. يقول القائل لو كان بن علي نجح حتى عام 2010 راهو ما وصلناش اللي احنا وصلنا له اليوم، خاطر نعرف الثوره كانت على باز اقتصاديه واجتماعيه. بالضبط، لو كان هذه البرامج اللي ماشيين فيها الاحزاب الكل على الاقل، وانا قلت لك من الاول نتمنى انهم هذا ما يصيرش، معنى الكلام هذا ما يطبقوش، نتمنى انهم يطبقوش برامجهم. نتمنى انه الخطوط السياسيه الاقتصاديه اللي حطوها في برامجهم ماش هذيك اللي باش يطبقوها، يطبقوا حوايج اخرين. على خاطر كان يطبقوا هذيك راهي نفس الشيء اللي كان ماشي فيه بن علي، وهذاك نفس الشيء اللي خلقت النتائج اللي موجودين فيهم، نقاسيو فيهم الازمه اللي خلقت الثوره وبقيت تتم لما هو صاير اليوم. اليوم البلاد اكثر فيها، يعني الانتخابات هذه اللي صارت تمادات، انتخابات تشريعيه سالتني عليها انت، خرجت قطبين اللي كانوا نستنوا فيهم، جات من بعدهم الانتخابات الرئاسيه. الانتخابات الرئاسيه اللي هي انتخابات في الحقيقه ما عندهاش مضمون كبير. يا ان سور انفستيسمون تقول انت؟ يعني اللي قاعدين يقولوا فيها على الانتخابات الرئاسيه واللي قالوه ونسمعوا فيه توا من اسابيع اذا كان مش من اشهر، راهو مخالف للواقع. الناس تحل الدستور وتقراه تشوف اللي رئيس الدوله عنده حاجه برك نجم يعملها وحده من غير ما يشاور فيها حد، هو يعين المفتي ولا ينحي المفتي. الاخر الكل ما نجم يعملوا الا باقتراح من الوزير الاول وبالتشاور مع الوزير الاول. يعني يجي الوزير الاول، لازم الناس تعرف اللي باش يجي الوزير الاول يجيب ليسته نتاع وزراء مقترحين للدفاع ويقول له اختار منهم، يقول له لا الحاجة بيه مش في الليسته، يقول له حدك حد الليسته. باش يجيب له الليسته يقول له هذوما نتاع الخارجيه، يقول له الحاجة بيه نتاع الخارجيه مش، لا يقول له حدك حد الليسته. يعني بلغه اخرى راهو رئيس الدوله جاي هو موظف سامي عند الوزير الاول. هالحجم اللي عاطينه الحكايه راهو مش صحيح، ولا تسمعوا في التبويب وكيفاش الناس قاعده تعمل لها في كراسي وطواول وتتحدث على الاقتصاد وعلاقة دولية، راهم قاعدين ينفخوا في صورتهم اكثر ليس الا. الكلمة ليك.